نبدأ. طبعا في البداية في حديقة لازم نتسلقها، بعدين نوصل إلى الطريق العام اللي موصل للقلعة. هي نفسها قلعة القصبة، في لها منظر أو مكان أو منصة يجتمع فيه السواح، ويعني في وقت الغروب تكون جميلة جدا. وش اسمه، يعني تقريبا كل المعالم السياحية في ملقا تبدأ أو تظهر من هناك بشكل جيد. هذا الكرسي القديم يبدو أنه من صناعة أجدادنا في الأندلس. هذا نوع من النخيل، أعتقد من أمريكا الجنوبية أو شيء. المهم حتى نصل إلى هناك سوف نستمتع بهذه الحدائق. يعني كما تلاحظون هنا هذا مجرى مائي، طبعا في أشياء خربت ولكن لا يعرفون كيف عملها. طبعا المياه بشكل عام هو السمة المميزة في قلاع المسلمين أو الأندلسيين. لنكمل الطريق، طبعا الحدائق، اهتمام الأندلسيين بالحدائق والماء ملفت للنظر. احنا نصعد بالصعود إلى أن نصل الطريق الرئيسي إلى الأعلى. الحقيقة ما أدري شنو هنا، لكن يبدو أنه شيء قديم. نبدأ على بركة الله. ما بقى لنا شيء، نوصل إلى الطريق الرئيسي للقلعة أو للمنصة التي راح نشوف إن شاء الله فيها كل المعالم السياحية لملقا. إحنا بنص الطريق، هيا لنكمل. طبعا المكان اللي احنا رايحينه في هذا المكان لسه باقي لنا، يعني هو المكان يبعد عن بمستوى سطح البحر تقريبا 20 طابق. حتى الان عدينا ربع المنطقه، ربع المسافه، يعني عدينا 5 طوابق، باقي لنا 15 طابق. طبعا بدينا نتنحت، حقيقة الجو حار جدا. هاي السبيدة كاسية كبر الفارو، قلعة قبر الفارو. هيا هذا منظر عام لميناء ملقا، و ايضا هذه هي الفارو او المنارة المشهورة في ملقا. الحين الساعة 8، يعني وصلنا وقت الغروب، إن شاء الله يكون منظر جميل.
نتوكل على الله. تقريبا وصلنا نصف المسافة. طبعا هذه أجزاء من القلعة حتى الآن لم ترمم للسواح، مهدمة. هذا المكان وجدت ساحة الثيران أو مصارعة الثيران في ملقة، وهذا منظر عام لميناء ملقة. احنا تقريبا للدور 15، باقي لنا 5 أدوار ونصل. هيا أي. هنا اللفة ما قبل الأخيرة ونصل إلى القلعة. لا زلنا في الصعود إلى المنطقة أو المنصة. Thank you.
حركة كل ما بتوقف أشوف ناس صاعدين أتشجع. Thank you.